بس بمناسبة الفلوس اللي بتتضخ دلوقتي في فرق كبيرة في الدوري الممتاز، هل فعلا الفلوس بتفرق؟ يعني هل الإمكانيات المادية دي بتفرق قوي، ولا كواليتي اللاعبين بقى دلوقتي قريب قوي من بعضه؟ يعني وقتكم لا، كان الكواليتي ممكن، لا في لعيبة كبيرة في أهلي، لعيبة كبيرة في زمالك، ممكن حرس حدود يعملوا فرقة كويسة تبقى فيها نجوم وأسماء، بس دلوقتي تحس إن الفرق كلها شبه بعض، أو اللعيبة كلها شبه بعض، حتى اللعيبة اللي مع أو الفرق اللي ما عندهاش إمكانيات. موافقك بنسبة، بنسبة يعني موافقك اللي انت بتقوله بنسبه. آه. بس انت مثلا النهارده يعني انا قاعد اتكلم معاك دلوقتي، انا عايز احمد رفعت يلعب معايا، تقدر تجيبه؟ لا، بس مفيش كواليتي زي احمد رفعت. انا بديك اسم كمان مش فلاوي وزمالك، صح. ناصر ماهر، انا بديك يعني انا الاسمين فهم. طبعا في لعيبه كتير كبيره، فاهم انت رغم ما بعيدك عن اهلي وزمالك. آه. انا قصدي اقول لك حق يعني في لعيبه، صح. لا لو انت مدرب عايز هتقول بقى عايز ده وعايز ده، بس انت مش هتقدر تعمل ده. اديني محمد ابراهيم بقى من اديني محمد ابراهيم. آه. اديني شادي. صح. اديني مصطفى شلبي بتاع ام بي لسه طالع. اديني بن شرقي. اديني زيزو. لو انت بتفكر في، لا في فروقات فرديه. كل ما اقعد مع ناس بتحب الكوره او بتفهم كوره، ها، لازم تذكر لي اسم مصطفى شلبي. لعب كويس على فكره، مصطفى شلبي مش كتير جماهير تاخد طيب بالها منه. انا هقول لك مصطفى شلبي، انا من 3 سنين او 4 ها. سنين كنت مع الكابتن طارق، رحت اتفرجت على بترول اسيوط، كان في بترول اسيوط والبنك الاهلي في الدرجه الثانيه، اتفرجنا عليه وادينا توصيه انه نخلصه، غلو في ثمنه ما قدرناش نخلصه. فده فلوس، صح. فقصدي اقول لك في الاخر لا، في الفروقات مش بعيده قوي، لكن في لعيبه في كواليتي يقدر يعمل لك الفرق. طبعا بلا شك.